مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلم وفكرة. في البداية أحب أهنيكم بمناسبة السنة الجديدة، ربنا يجعلها سنة خير وسعادة علينا جميعا بإذن الله. كل سنة طيبة يا نهلة، كل سنة وحضرتك طيبة سيادة العميد. وانتي طيبة إيمان، وكل السادة المشاهدين بخير يا رب إن شاء الله. بيسعدنا النهاردة ويشرفنا يكون معنا سيادة العميد محمد يوسف، عضو الهيئة العليا لمؤسسة القادة والمحاضر بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم. أهلا بيك يا سيادة العميد، شرفتنا. أهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وشعب مصر كله طيب، كل سنة وأرض الكنانة بخير يا رب دايما. إن شاء الله سنة جديدة علينا، إن شاء الله سنة موفقة، إن شاء الله ربنا يحمي هذه البلد اللي ربنا حميها من فوق 7 سماوات. نتمنى دايما يا رب الخير لمصر. آمين يا رب العالمين. سيادة العميد، دلوقتي احنا في الفترة الحالية بنشوف كتير من المعاهدات والاتفاقيات بين الدول والتطبيع بين الدول العربية وبين إسرائيل. عاوزين من حضرتك تعرفنا ايه هي حقيقة المعاهدات دي، او ايه هي الرؤية الصحيحة للمعاهدات دي؟ طيب خلينا نقول ان احنا يعني كانت بداية المعاهدات بيننا وبين بين إسرائيل كانت سنة 79 تحديدا مع مصر، واللي ابرمها الزعيم الشهيد محمد انور السادات، وكان ليه بنود عظيمه في هذه المعاهده، وكانت من منطلق القوه. تمام، ولازم اكد انها من منطلق القوه. كنا منتصرين ورجعنا ارضنا. كانت مسلحه قويه جدا موجوده في سيناء، وكانت محققه انتصارات باهره، فكانت هذه المعاهده من منطلق القوه. ودائما وابدا مصر دايما بتحب انها تبص على العروبه وعلى القوميه العربيه، فكانت البنود بتاعت المعاهدة في هذا التوقيت ان سيناء تكون كاملة مع مصر، وان الجولان تكون كاملة مع سوريا، وكمان 45% من اراضي الضفة الغربية عاصمتها القدس مع فلسطين، بالاضافة لغزة واريحة. كانت بنود معاهدة قوية جدا، بس للأسف في هذا التوقيت يعني كان هناك اختلاف كبير جدا في وجهات النظر بين الدول العربية ومصر، بعض الدول العربية ومصر، علشان كده مصر يمكن ابرمت هذه المعاهدة سنة 79، 27 مارس سنة 79، يوم تاريخي بالنسبة لنا. بس لازم نيجي نقول النهاردة احنا في 2020، الدول العربية اللي كان في ممكن كتير منهم معترض النهاردة بيأيد هذه المعاهدات. خلينا نبص على المعاهدة اللي موجودة بين الإمارات وإسرائيل في هذا التوقيت. المعاهدة ديت ليها أساسيات. الأساس الأول فيها رقم واحد عدم استقطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية تجاه الدولة الإسرائيل، وبهدف بقى بناء المستوطنات والكلام ده. الموضوع ده خلاص بقى يعني مش عايزين بقى مزيدا من استقطاع الأراضي، لأن كفى. يعني احنا في خلال 40 سنة اللي اتأخرنا فيهم قوي من معاهدة السلام سنة 79 لحد النهاردة، كتير جدا من الأراضي بتاعت الضفة الغربية ضاعت خلاص. فكان أهم بند من بنود المعاهدة هو عدم استقطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح الدولة الإسرائيلية، ودي كانت أساس، لأن للأسف دول العالم كلها يمكن فشلت في إنها يعني تجبر إسرائيل على هذا الموضوع. رقم اتنين، وده الأهم، إحنا في مشاكل ضخمة جدا جدا على مستوى العالم، واعتقد ان بقت في اخر اهتمامات المجتمع الدولي القضيه الفلسطينيه. وبالتالي النهارده لما نشير على ان الامارات العربيه المتحده العربيه، فده يبقى فيه ايه؟ ده بيطبعوا مع اسرائيل يعني القضيه الفلسطينيه. بس انا كنت عايز احيي كلمه القضيه الفلسطينيه تاني، بعد ما يعني بقت من وجهه نظري الشخصيه بقت في قاع المحيط. الامارات كانت في منتهى الشفافيه وفي منتهى الوضوح، ودخلت هذه المعاهدة علشان يعني إجراءات وقف استنزاف الأراضي ونواحي أخلاقية وعروبية قوية جدا. علشان كده احنا شفنا العديد من الدول العربية اللي كانت مؤيدة لمصر هي برضك بتأيد دلوقتي الإمارات على الخطوة الكبيرة اللي عملتها خدمة للقضية الفلسطينية، اللي تقريبا يعني احنا شايفين انها بقت يعني مش عايز اقول بقت في في, في يعني في مهب الريح، لكن احنا بنحاول نحيي تاني القضية. مشكلتنا طبعا في الموضوع ده ان الدول اللي كانت ضد الدولة المصرية في هذا التوقيت في 79 هي نفس الدول اللي ضد اللي ضد دلوقتي الامارات والبحرين، ويمكن السودان في كمرحلة قادمة خلال الفترة اللي جاية ديت. نفس الدول اللي هي نفس الحناجر، نفس الكلام اللي يعني مش محتاجين دلوقتي ان احنا يعني نبرزه. ليه؟
لأن النهارده يعني أعتقد التصريحات الخاصة برئيس المكتب السياسي لحركة حماس طلع علينا من فترة وكان بيؤيد التوافق والتقارب التركي الإسرائيلي، وأنا عايز أقول له يعني أنت النهارده بتؤيد هذا وفي نفس الوقت طلعت نددت بالمعاهدة بتاعت الإمارات وإسرائيل. خلي بال حضرتك يا سيد خالد إن تركيا هي أول من اعترف بالدولة الإسرائيلية سنة 1949، يمكن هو مش عارف التاريخ ده، احتمال يكون نسيه. تاني حاجة، تركيا وحزب أردوغان تحديدا في 2002 عمل عملية دعم كبير جدا للعلاقات الثنائية بينه وبين تركيا، بينه وبين يعني إسرائيل وتركيا في هذا التوقيت، عملت معاهدات ضخمة جدا في هذا التوقيت مع بعض. تمام. كمان أنقرة يعني يعني عندها أكبر المصانع الأسلحة الإسرائيلية موجودين هناك، وفي نفس الوقت إسرائيل هي المورد الرئيسي للسلاح لتركيا، واتنقلت العلاقة بين تركيا وإسرائيل من نواحي تجارية لعلاقة استراتيجية كبيرة قوي. طب معلش عاوز أسأل حضرتك سؤال، نضمن منين ان اسرائيل هتلتزم بان هي ما تعتديش تاني على اراضي فلسطينيه، وان الاتفاقيه دي هتبقى في صالحنا يعني او في صالح القضيه الفلسطينيه، ما يبقاش مجرد تطبيع، واسرائيل احنا عارفين ما لهمش عهد اصلا، فنضمن والله احنا ده كنا ولا؟ نتمنى ان هم يقعدوا معانا على طاوله المفاوضات سنه 79 او تحديدا في البدايه سنه 77 15 ديسمبر في فندق مينا هاوس لما عملنا في الوقت اول ده كتير ما رفضوش، والفلسطينيين نفسهم ما رفضوش، القياده السياسيه الفلسطينيه عامه ما رفضتش، ودلوقتي بتقول يا ريت نرجع لحدود 67. ما هو ما فيش، بس ما فيش الكلام ده خلاص، ما فيش حدود دلوقتي ل 67 كمان. انا يعني أنا اعتقادي الشخصي ان القضيه الفلسطينيه يعني بقت في مرحله صعبه للغايه، علشان كده احنا بنقول للقائمين هناك على حركة حماس يعني خلي بالكم انتم بتجروا ورا سراب، ورا يعني سراب اسمه الدولة التركية والكلام الفارغ اللي احنا بنقوله اليومين دول، لان تركيا ما كانش ليها اي دور خالص. حتى لما اسرائيل اعلنت ان القدس هي عاصمة لدولة اسرائيل، تمام، فوجئنا ان تركيا بتجري ورا سوريا وتستقطع اجزاء من العراق وبعدين بتخش على ليبيا. كان من المفترض وهو بيأيد الدولة التركية ان تركيا كمان تجري على مصالح الشعب الفلسطيني المغلوب على امره. تمام. فبنقول ان للاسف ان القائمين على القيادة هناك للأسف هم مش عايشين الواقع الحقيقي اللي موجود فيه الشعب الفلسطيني المقهور، ما كانش عندهم رؤية سليمة من زمان قوي، واللي أدت في النهاية إلى أن يعني وصلنا إلى ما نحن فيه. فكنا نتمنى يعني أن يعني يكون في نواحي إيجابية من السلطة، أكيد، من الإخوة في حماس، علشان يكون في صالح القضية الفلسطينية. أكيد. طب سيادة العميد، في الوقت الحالي بنعيش أجواء جديدة وتطورات جديدة في جائحة كورونا، هل متخذة من إجراءات من جانب الحكومة كافية؟ وما هو المطلوب من المواطن من تدابير ليحمي نفسه؟ طيب خلينا نقول إن الدولة المصرية دائما وأبدا رائدة، وبالفعل هي اتخذت خطوات غير عادية خلال الفترة اللي فاتت تحديدا مع بداية اكتشاف جائحة كورونا في شهر مارس الماضي، من برامج توعوية وإزاي الناس تبقى حريصة، كيف يتم أعمال التطهير بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والوزارات والكلام ده كله. كانت مصر حريصة من الأول علشان كان عندها المواطن المصري هو الأهم، علشان كده لو نفتكر إن السيد رئيس الجمهورية في هذا التوقيت منح لوزارة الصحة 100 مليار جنيه علشان تراعي هذه الإجراءات بمنتهى القوة، لسبب في ناس قالوا يا ده 100 مليار ده حاجة ضخمة جدا بالنسبة لحاجة زي كده، وده طب ما هو ده فيه فلوس اهوت والكلام ده. ايوه، لان المفروض ان انا بطلع من الاحتياط النقدي بتاعي للدولة المصرية علشان انا عايز شعب يحمي الارض. طب اتفضلي. معلش علشان بس الوقت، عايزه حضرتك بس تعرفنا ايه هو احتفال الغنائم او اول احتفاليه احنا دشناها سنه 1974، حضرتك بس سريعا تعرفها للساده المشاهدين. طيب خلينا برضك بالنسبه لمعرض الغنائم تقصدي حضرتك؟ طيب يعني معرض الغنائم ده معرض كان جميل قوي، اتعمل سنه 74 وده ليه قصه وتاريخ. اعتقد ان كان في هذا التوقيت يعني
احنا عارفين طبعا حرب اكتوبر والانتصار الباهر اللي احنا حققناه في هذا التوقيت. كانت الساسة العسكريين بيطلعوا يبدوا بعض البيانات المغلوطة للشعب الإسرائيلي، وإن هم في يعني في خضم الانتصار خلاص، وإحنا بنقضي على العدو اللي هو الجيش المصري والكلام ده، والكلام ده كله كان طلع كذب. دشنوا محلل كبير جدا اسمه أمينوم كابليوك في كتاب اسمه إسرائيل انتهاء الخرافة، بيأكد إن بعد كل هذه البلاغات الكاذبة ان الشعب الاسرائيلي فجاه ما بقاش حاسس هو ايه الصح وايه الغلط. وبعدين في نفس الوقت يعني فوجئوا بعدد كبير جدا من الضحايا وهي راجعه من المصابين، وفجاه بقى كبيره جدا ان اسرائيل زمان كانت بتحتفل لما بتخش عمليات عسكريه مع اي دوله من الدول انها بتعمل عمليه معرض غنائم. ففوجئوا الشعب الاسرائيلي في هذا التوقيت ان المعرض الغنائم الجديد بيتم عمله على ارض المعارض في جمهوريه مصر العربيه، وكان الاول من نوعه خلال هذه في على الوطن العربي كله، كان الاول من نوعه. تمام، بنشكر سيادة العميد النهارده على وجودك معانا. انتهت فقرتنا النهارده، وانتظرونا بعد الفاصل مع منى ونشر.